فهنرجع نتكلم على الأستاذ ده ريم سلطان. هنبتدي نتكلم على ريم سلطان، وقلنا إن هي خبيرة ومدربة معتمدة دوليا ومحليا. معانا أستاذة ريم. ألو. ألو، السلام عليكم يا أستاذة ريم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك حبيبتي؟ الحمد لله. أستاذة ريم، أول سؤال كنت حابة أسألك هو إنه أنت لك كم سنة خبرة في مجال الهير ستايل؟ لي 25 سنة. 25 سنة. أيوة. طيب كنت حابة أسألك إيش هو السبب اللي دفعك لدخولك مجال الهير ستايل؟ والله بالنسبة لي في البداية ما كان في بالي أدخل يعني، استهدفت في المجال هذا وحبيت أدخله بأعماقه صراحة، ومع كذا ما كنت أخذ دورات، كان تعليمي ذاتي وتغذية بصرية، ومع الممارسة أصبحت عليه يعني الحين يعني ما عليه الآن يعني. تمام. أستاذة ريم، طيب هو إيش هدفك بالضبط من امتهانك مهنة الهير ستايل؟ والله بصراحة يعني هدفي صراحة من التجميل أو من دخولي لهذا المجال هو صراحة أني أطمح تطوير، يعني في أكيد أن في تطوير، يعني الواحد بيطمح أنه يتعلم، يعني بيوصل لشيء هدفك يعني صراحة، يعني هدفك انه يكون مجال الهير ستايل منتشر بشكل اكبر في المملكه العربيه السعوديه. ايوه بصراحه انا بالنسبه لي انا بصراحه دربت في مناطق كثيره من السعوديه وكانوا متدربات من جميع الجنسيات، ولكن اطمح ان اكون معروفه عالميا واحظى بفرصه التدريب خارج المملكه. تحظي بفرصة إن شاء الله، تحظي بفرصة التدريب خارج المملكة. قبل أن أنهي السؤال ما قبل الأخير، كنت حابة أسألك فين كنت شايفة نفسك في السابق وفين شايفة نفسك في المستقبل؟ والله بصراحة يعني أول يعني في السابق كنت إيش أعمل اللي هو اللي بنشوفه، يعني الستايل اللي بنشوفه. الحين لا، أنا صراحة أطمح إنه أتعلم يعني أشياء أو إني أعمل أنا بنفسي أشياء مختلفة عن اللي أنا أشوفها في الصوالين وفي في كل مكان، يعني أبغى أنا أطلع شيء من نفسي، من أفكاري أنا، من إبداعي أنا، بشغفي، بحبي للشيء، للمهنة هذه. أنا أبغى أطلع ابتكارات من نفسي أنا، أطلعها بحيث تكون هي من تصميمي، سواء كان تساريح أو كان قص أو كان أي شيء في مجال التجميل عامة. تمام. أستاذة ريم، إذا جاتك الفرصة أنك تيجي على جمهورية مصر العربية وأن أنت تدي دورات، هل الفرصة دي بالنسبة لك تكون سهلة أم تكون صعبة؟ والله إن شاء الله ما حتكون بصراحة صعبة، وكمان ما حتكون سهلة. ليه؟ لأنه لما بكون مثلا إذا أنا بأجي مصر طبعا يشرفني طبعا ومبسوطة فيها وبأدي دورات وبأعطي، بالنسبة لي بتكون سهلة لأنك أنت بتقومين بشيء مبتكر، يعني لازم تعطين كل شيء عندك أو كل حاجة ممتازة يعني عشان توصلين خبرتك للبنات. طبعا هو المعروف طبعا عن انه الشهره وانه الناس اللي بتحب تشتهر فعلا كلهم بيبتدوا من مصر، لانه مصر معروفه انه هي ارض الكنانه، وانه هي فعلا اللي بتتبنى المواهب دايما العربيه في الدائم. اخر حاجه حابه اسالك عنها، ايش نصيحتك للبنات اللي هم حابين يدخلوا او يمتهنوا مجال الهير ستايل؟ والله أول حاجة يكونون عندهم حب الـ أو يعني حب الشيء اللي بيعملوه، يعني مستحيل بتنجح أي واحدة وهي ما هي حابة وتكون شغوفة لهذا المجال لأنها حتبدع فيه. تمام. أهم شيء تكون تمارس هذا الشيء، وأول حاجة تكون مبدعة وحبها للشيء اللي يعني تمارسه أهم حاجة، هو الحب في البداية.
ان شاء الله استاذه ريم احنا بننتظرك تتواجدي معانا في مصر، لانه دائما بإذن الله. دوله بإذن الله. مصر والمملكه العربيه السعوديه اشقاء واخوه عرب ويد بإذن واحد الله. دائما في كل المواقف. تشرفنا بمداخلتك استاذه ريم، وان شاء الله نتمنى لك التفوق والتوفيق، وان شاء الله تكوني من اشهر الهير ستايل المعروفين في العالم العربي كله.